بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله النهاردة جايبين ملزمة صغيرة كده فيها شوية أسئلة مراجعة، إن شاء الله تكون مفيدة وتكون في منها أسئلة كده بإذن الله تيجي في الامتحان. الناس اللي ذاكرت كده وتعبت طول الترم إن شاء الله ربنا يوفقها. ركز معايا كده، تعال نشوف شوية الأسئلة دي نشوف حلها. عندنا سؤال في الأول على المصطلح العلمي. واحد، كسر الروابط الموجودة بين جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في النواتج، ده التفاعل الكيميائي. ترتيب العناصر الفلزية ترتيبا تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي متسلسلة النشاط الكيميائي. تفاعلات يتم فيها تبادل مزدوج بين شقي أيوني مركبين لتكوين مركبين جديدين، ده التبادل المزدوج أو الإحلال المزدوج. تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وماء، ده طبعا التعادل. رقم 5، عملية كيميائية تؤدي إلى زيادة نسبة الأكسجين أو نقص الهيدروجين أو فقد الإلكترونات، دي عملية الأكسدة. رقم 6، مرض يصيب الإنسان عند نقص هرمون الإنسولين في الدم. شباب، مسموش مرض السكر، اسمه البول السكري. 7، المادة التي تعطي الأكسجين أو تنتزع الهيدروجين أو تكتسب الإلكترونات تبقى عامل مؤكسد، لأن هي لما تدي أكسجين الأكسجين بتاعها هيقل، يبقى حصل لها اختزال تبقى عامل مؤكسد. 8، المادة التي تنزع الأكسجين أو تعطي الهيدروجين أو تفقد الإلكترونات هتبقى طبعا عامل مختزل. 9، مادة كيميائية تزيد من سرعة التفاعل دون أن تتأثر به أو تؤثر فيه، ده العامل الحفاز أو العامل المساعد. 10، تفاعل الزيت مع هيدروكسيد الصوديوم لتكوين الصابون، ده تفاعل بيتقال عليه سريع نسبيا، اللي احنا ممكن نقول برضو انه ليه اسم علمي اللي هو التصبن. ماشي. رسائل كيميائية رقم 11، تفرزها الغدد الصماء وتعمل على تنظيم وظائف الجسم، طبعا دي الهرمونات. مواد كيميائية داخل الجسم، دي مهمة جدا يا أولاد، داخل الجسم تعمل على زيادة سرعة التفاعلات الحيوية، دي الإنزيمات. ماشي. عالم أطلق على العوامل الوراثية مصطلح الجينات، ده جوهانسون. خلي بالك ان في اسئلة هتلاقينا عاملها هنا، الاسئلة دي للمعلومات اللي هي في وسط السطور في كتاب المدرسة، الكلام اللي مستخبي في كتاب المدرسة. كويس. 14، تدفق الشحنات الكهربية السالبة بانتظام في اتجاه معين، ده التيار الكهربي. كمية الشحنة الكهربية المتدفقة خلال مقطع الموصل في فترة زمنية محددة، طبعا ده شدة التيار. رقم 16، معلومة كده يعني على جنب كده بيننا وبين بعض، لو أنا عندي في أي مصطلح لقيت رقم واحد مرتين، واحد مرتين، يبقى الإجابة هي واحدة قياس أول كلمة في التعريف. اقرأ كده معايا، شدة التيار الناتج من مرور شحنة مقدارها واحد كولوم في ثانية واحدة، واحد واحد أهو، أول كلمة عندك في الأول خالص شدة التيار، يبقى الإجابة هي واحدة قياس، ها يبقى أمبير، برافو عليك. كمية الكهربية المنقولة بتيار ثابت شدته 1 أمبير في زمن قدر 1 ثانية، تمام، أول كلمة كمية كهرباء يبقى كولوم. 18، حالة الموصل بين اتجاه انتقال الكهربية منه أو إليه إذا وصل بموصل آخر، طبعا ده الجهد الكهربي. 19، مقدار الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم بين طرفي الموصل، ده فرق الجهد. 20، فرق الجهد بين قطبي المصدر، ده القوة الدافعة الكهربية. الممانعة التي يلقاها التيار الكهربي أثناء مروره في المواصلات، طبعا دي المقاومة الكهربية. طب مين المقاومة اللي استخدم في التحكم في شدة التيار رقم 22؟ تقول لي دي الريوستات أو المقاومة المتغيرة. 23، شدة التيار المر في المواصل تتناسب طرديا مع فرق الجهد، أول ما أشوف الحتة دي أعرف على طول أنا بتكلم على قانون أوم. رقم 24، خلايا يمكن بواسطتها تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية، دي خلايا كهروكيميائية، الخلايا الكهروكيميائية أو الأعمدة الكهربية أو البطاريات. عملية طلاء معدن رخيص بطبقة من معدن نفيس باستخدام التيار المستمر، طبعا ده الطلاء الكهربي. 26، عمودين أو أكتر متوصلين مع بعض في الدائرة باسمهم إيه؟ بطارية يا أولاد، برافو عليك، بطارية. 27، الصفات التي يكتسبها الإنسان من البيئة، دي صفات مكتسبة أو متعلمة. رقم 28، العلم اللي بيبحث في انتقال الصفات الوراثية، دي الوراثة. 29، الصفة التي لا تظهر إلا في نباتات الجيل الثاني وتكون نقية دائما، طبعا دي الصفة المتنحية.
رقم 30 ركز معايا بقى. انا عندي قانونين للوراثة، قانون بيبدأ او بيتكلم على زوج من الصفات، وقانون بيتكلم على زوجين. ايه القانون اللي بيتكلم على زوج؟ ده القانون الاول اللي هو الانعزال العوامل. ايه القانون اللي بيتكلم على زوجين؟ ده القانون الثاني اللي هو التوزيع الحر للعوامل. طيب اذا اختلف فرضان نقيان، رقم 30، اذا اختلف فرضان نقيان في زوج من صفاتهما المتقابلة، انا مش محتاج اكمل يا مستر، ده على طول القانون الاول. تمام. الجين الذي يؤدي الى ظهور الصفة التي يحملها في وجود الجين المقابل، ده الجين السائد. طيب ظهور، ركز في 32، ظهور صفة وراثية في افراد الجيل الاول بالكامل، دي معناها اني بتكلم على السيادة التامة، سيادة تامة. 33، يتركب كيميائيا من حمض نووي يسمى دي ان ايه مندمجا مع البروتين، طبعا ده جدع الكروموسوم. نموذج لتفسير بناء الحمض النووي، ده اللي هو اللي بالمزدوج اللي عمله العالمين وانسون وكريك. اجزاء من الدي ان توجد في الكروموسوم وتتحكم في الصفات الوراثيه، دي الجينات. وحده بنائيه صغيره تتكون منها الجينات او يتكون منها الدي ان ايه، دي النيو كيل يوتيدات، النيو كيل يوتيدات. 37، مشروع اثبت تشابه البشر في 99% من ترتيب النيوكليوتيدات، ده الجينوم البشري. 38، جهاز يستخدم في المنازل لتحويل الجهد الكهربي من 220 الى 110، ده المحول الكهربي الخافض للجهد. 39، فيتامين يتسبب نقصه عند الاطفال في ضعف البصر، ده فيتامين الف. 40، اذا اختلف فرضان نقيان في زوجين، 100 100 كده تمام، ده القانون الثاني. تمام، تعال نخش بقى شويه اسئله اكمل. تنحل كبريتات النحاس بالحرارة، تنحل كبريتات النحاس بالحرارة إلى ثالث أكسيد الكبريت وأكسيد النحاس. عند تفاعل محاليل الأملاح مع بعضها يتكون ملحين جديدين، أحدهما يذوب في الماء والآخر لا يذوب في الماء، يعني هنقول هنا أحدهما لا يذوب في الماء. عند إضافة نترات الفضة إلى كلوريد الصوديوم يتكون راسب أبيض من كلوريد الفضة. في تفاعل الصوديوم مع الكلور يعمل ايه كعامل مختزل؟ تقول لي عامل مختزل يعني بيحصل له اكسده، ده الصوديوم، بينما يعمل ايه كعامل مؤكسد؟ ده الكلور. 5، عمليه الاكسده عمليه كيميائيه نقط فيها ذره العنصر الالكترون، يبقى تفقد فيها ذره العنصر الالكترون او اكثر. عمليه ايه هي تفاعل حمض مع قله القيمه الحوماء؟ طبعا عمليه التعادل. 7، ايه الماده التي تعطي الاكسجين او تنزع الهيدروجين؟ ده العامل المؤكسد. عمليات الأكسدة والاختزال عمليتان متضادتان متلازمتان. رقم 9، يوصل جهاز ايه على ايه لقياس التيار؟ يلا، يوصل جهاز الأميتر على التوالي لقياس شدة التيار بوحدة الأمبير. يقاس شدة التيار بوحدة الأمبير، بينما فرق الجهد بوحدة الفولت، والمقاومة بوحدة الأوم، والشغل بوحدة الجول، وكمية الكهرباء بوحدة الكولوم، والزمن بوحدة الثانية. 11، زيادة إفراز هرمون النمو يسبب العملقة، بينما نقص هذا الهرمون تسبب القماءة أو التقزم. عندما لا يمر تيار كهربي في الدائرة الكهربية، فإن قراءة الفولتمتر تدل على القوة الدفع الكهربية للمصدر. يتناسب شدة التيار المر في موصل تناسبا طرديا مع فرق الجهد عند ثبوت درجة الحرارة. 14، الأعمدة الكهربية تنتج تيارا مستمر، بينما المولدات الكهربية تنتج تيارا متردد. 15، يستخدم التيار المستمر في الطلاء الكهربي، والتيار المتردد في تشغيل المنازل والمصانع والإنارة. 16، للحصول على أكبر قوة دفع كهربية يتم توصيل الأعمدة على التوالي، وللحصول على أقل قوة دفع كهربية يتم توصيل الأعمدة على التوازي. 17، يصبح العنصر مشعا إذا كان عدد النيترونات في النواة أكبر كثيرا من عدد البروتونات، بين قوسين العدد الذري. نتيجة التعرض للنشاط الإشعاعي يصاب الإنسان بتغيرات وراثية أو بدنية أو خلوية. تمام. 19، يعتبر انفجار المفاعل الذري تشيرنوبل من أهم الكوارث التي تسببت في تشوهات الأجنة. 20، عند دفن النفايات الذرية يجب اختيار تربة مستقرة، ويزيد العمق كلما زادت قوة الإشعاع. ماشي. 21،
يتركب الكروموسوم من ايه يحمل الجينات الوراثية و... طيب يتركب الكروموسوم من دي ان ايه يحمل الجينات الوراثية وبروتين. مؤسس علم الوراثة هو مندل، وقد استخدم في تجاربه نبات البسلة. اعتبر مندل ان الصفات الوراثية تنتقل عن طريق ال عوامل الوراثية، والتي سميت فيما بعد الجينات. يعرف القانون الأول لمندل بقانون انعزال العوامل، ونسبة هذا القانون هي 3:1. يعرف القانون الثاني لمندل بقانون التوزيع الحر للعوامل، ونسبة هذا القانون هي 9:3:3:1. 26، عند تزاوج نبات بسلة طويل نقي مع آخر قصير، فإن نسبة تواجد النباتات القصيرة في الأبناء كام يا أولاد؟ أنا سامع ناس بيقولوا ما فيش يا مستر، ده طويل نقي يعني سائد، يبقى الجيل كله هيطلع طويل، يبقى 0% يا أولاد. 27، عند زوج نبات بسلة طويل هجين مع آخر قصير، فإن احتمال تواجد النباتات القصيرة النباتات الطويلة في الأبناء هي 1:1. ماشي. يعالج الأرز جينيا لينتج مادة البرو فيتامين ألف، والتي تسمى الكاروتين، وتختزن في نسيج النشب. ترجع الاختلافات بين البشر إلى 1% فقط من الدي إن إيه، بالإضافة لعوامل البيئة وحدوث الطفرات. رقم 30، وحدة قياس الإشعاع الممتص هي سيفرت، والتركيز الكيميائي مول على لتر، والقوة الدفع الكهربية تمام فولت. طيب مسألة زي اللي قدامنا دي، بيقول لي احسب مقاومة موصل يمر بين طرفيه شحنة مقدارها 100 كولوم خلال 20 ثانية، وذلك عند بذل شغل مقداره 300 جول. احنا بداية هنحسب قيمة شدة التيار، نقسم كمية الكهرباء اللي هي الكولوم 100 على الزمن اللي هو 20، فيطلع لك شدة التيار بخمسة أمبير. ترجع تحسب فرق الجهد، تقول لي يا مستر فرق الجهد هيساوي الشغل المبذول بالجول على كمية الكهرباء بالكولوم، يبقى 300 جول على 20 كولوم هيديني 15 فولت. عايز المقاومة؟ ماشي، المقاومة هتساوي فرق الجهد على شدة التيار. جبنا فرق الجهد ب 15، وفي الأول جبنا شدة التيار ب 5، يبقى معنى كده عندي المقاومة هتساوي 15 على 5 هتساوي 3 أوم. المثلثات اللي على الشمال دي هي الأساس، هي اللي هتخليك تعرف تحل المسائل وتبقى كويس فيها. عندي بعد كده شباب في السؤال الرابع، ماذا يحدث؟ ودي متجاوبة. تعال نخش على السؤال الخامس، صوب ما تحته خط. يلا معايا. يدخل عنصر الحديد في تركيب هرمون الدرقين أو الثيركوسين، طبعا مش الحديد ده اليود. تنحل معظم كربونات الفلزات بالحرارة إلى الفلز وثاني أكسيد الكربون طبعا إلى أكسيد الفلز. الجينات أجزاء من الدي إن إيه موجودة فيه سيتوبلازم الخلية؟ طبعا غلط، في نواة الخلية. التأثيرات الوراثية تؤدي لتغيير تركيب هيموجلوبين الدم، ده رقم 4، طبعا ده برضو مش حقيقة، ده تأثيرات ايه؟ خلوية. تعمل المواد ايه كعامل حفازة سالبة؟ طبعا مواد الحافظة في الأطعمة اللي بتقلل من سرعة تفاعلات تلف الطعام. يقوم جهاز الريوستات بقياس المقاومة، غلط، الأوميتر هو الجهاز اللي بيقيس المقاومة الكهربية. يقوم الانقسام الميتوزي بتكوين الأمشاج، دي من الترم الأولي ما ننساهاش يا أولاد، الانقسام الميوزي هو المسؤول عن تكوين الأمشاج. تعمل التركيزات المرتفعة على زيادة فرص التصادم من الجزيئات بزيادة ضغط الحركة، غلط، تعمل درجة الحرارة المرتفعة مش التركيزات. 9، تعمل النيوكليوتيدات، تحمل النيوكليوتيدات الدم على نقل الأكسجين لخلايا الجسم، طبعا غلط، هيبقى الهيموجلوبين. الهيموجلوبين. طيب عندي برضو السؤال السادس، مسألة عن الوراثة، واحنا بنتكلم اهو ان الجيل الاول طلعت نسبة 100% للصفة السائدة اللي هو اللون القرمزي الازهر، وفي الجيل الثاني طلع قرمزي 3 افراد وابيض فرد واحد، يعني نسبة 3:1. طبعا عندي السؤال السابع بعد كده، علل، وكل دي عليك متجاوبة، وطبعا نصيحة مهمة جدا، فعلل، خلي الاجابة مش كبيرة، ما تقعدش ترغي عشان اللي بيصحح ما يتوهش منك. لو في نقطة مهمة اكتبها في بداية الإجابة، لو في معادلة
يعني تدعم الإجابة بتاعتك اكتب المعادلة ما تتأخرش، خلي دايما إجابتك واضحة من غير كلام كتير. زي ما انت شايف كده انا عامل لك حوالي بالظبط 20 تعليلة، وكل واحدة فيهم إجابتها ما بيزيدش عن سطر. مش الكلام الكتير اللي بيجيب درجات، الكلام الصح المباشر اللي في الموضوع اللي انا بسأل فيه هو اللي بيجيب الدرجة. ماشي، ده بالنسبة للعلم. تعال نروح للسؤال اللي بعده برضو المقارنات. هتلاقي ان شاء الله الفيديو تحته رابط الملزمة عشان لو حبيت تنزلها وتطبعها وتذاكر منها وتحلها تاني بايديك، وهتلاقي برضو ان شاء الله ورقتين كده فيهم المقارنات دي متجاوبين. والمقارنات دي ممكن تلاقيها مثلا في الملحق الصغير اللي نازل مع كتاب الامتحان او موجوده في كتاب المدرسه، مقارنه من اختيار المتردد المستمر، الطفره التلقائيه والمستحدثه. معلش يا شباب هنشيل رقم 2 دي خالص، شيلها خالص رقم 2 دي. رقم 3 العلماء تاتم وبيدل واتسون وكريك، قوم مندل بيكوريل مشرفه من حيث دور كل واحد فيهم. رقم 4 التوصيل توالي وتوازي من حيث طريقة التوصيل، دي مقارنة مهمة جدا جدا جدا. المقارنة رقم 4 دي مهمة جدا، المقارنة رقم 1 مهمة جدا، رقم 2 قلنا نشيلها دي ملغية. تعال نروح للسؤال التاسع. السؤال التاسع جايب رسمة وبيقول لي عايزك تعرف مين الغاز المتصاعد في كل أنبوبة. تعال نكبر بقى كده شوية الرسم عشان نبقى شايفين كل أنبوبة خارج منها ايه. نروح رقم 1 عندي تسخين CuSO4، تمام، هيتصاعد غاز SO3، شاطر، تمام. طب تسخين نترات الصوديوم NaNO3 هيتصاعد غاز الاكسجين النقي. طيب رقم 3 تسخين كربونات النحاس هيتصاعد ثاني اكسيد الكربون، كويس جدا. رقم 4 ده احلال بسيط، هيخش الخرصين، شايف مفيش نار اهي، هيخش الخرصين مكان الهيدروجين فيديني ZnCl2 ويتصاعد غاز الهيدروجين. طيب رقم 5 ده احلال مزدوج، هيتفاعل الحمض مع الملح ويتصاعد ثاني اكسيد الكربون صوره فوران ويتكون NaCl وميه. المعادله رقم 6 او التفاعل رقم 6 تسخين اكسيد الزئبق اللي هو HgO يؤدي ذلك لتصاعد الاكسجين، تصاعد الاكسجين، تمام، و يتبقى الزئبق الفضي في الأنبوبة. طيب برضو قطعة من الـ NA اتحطت في المية زي ما شايف كده في الرسمة، ها طافية على السطح عشان ده من تانية إعدادي عارفين الصوديوم كثافته أقل من المية، فهيبدأ الصوديوم يتفاعل مع المية ويديني NA وH ويتصاعد غاز الهيدروجين. طيب رقم 8 الـ CuOH2 تسخينه يؤدي إلى تصاعد بخار الماء، تصاعد بخار الماء. طيب تحت بقى عندي هنا جدول أخير، السؤال العاشر بنتكلم هنا على بعض الهرمونات، هنقول مين الغده اللي بتفرزها واهميه الهرمون. الثيركوسين الغده المفرزه له الغده الدرقيه، اهميه الهرمون ينظم احتراق الغذاء للحصول على الطاقه داخل الخلايا. طيب اسمه ايه الهرمون اللي بتفرزه الغده الكظريه؟ هرمون الادرينالين. اهميته ايه؟ بنقول ان هو هرمون الانفعال، هرمون الانفعال، هرمون الطوارئ، هرمون الخوف، الهرمون اللي الجسم بيفرزه لما يكون بيواجه اي خطر. طيب اللي بعده هرمون النمو، مين الغده اللي بتفرزه؟ الغده النخاميه. اهميه هرمون النمو ايه؟ ينظم عمليه، ها جدع، نمو الجسم، نمو العظام، نمو العضلات. طيب الهرمون اللي بعده اللي بينظم كميه الكالسيوم في الدم، الغده اللي بتفرزه وهو اسمه ايه؟ طبعا هو اسمه هرمون الكالسيتونين، الكالسيتونين، والغده اللي بتفرزه هي الغده الدرقيه. ماشي، طب اسمه ايه الهرمون اللي بتفرزه الخصيتين؟ هرمون التستوستيرون. اهميه الهرمون اظهار الصفات الجنسيه الثانويه للذكر. اخر هرمون عندي اللي بينظم نمو جدار الرحم اثناء الحمل، طبعا اللي بتفرزه او بيفرزه المبيضين، الحمل في الانثى، يبقى المبيضين، واسم الهرمون نفسه البروجستيرون، هرمون البروجستيرون. تقول لي يا مستر بس انا برضو انا بذاكر كان في هرمون تاني تبع المبيضين، صح، هرمون الاستروجين اللي هو هرمون الانوثه.
انا اتمنى يكون الفيديو ده في حاجات استفدت انت منها، في اسئله كويسه تكون قابلتها. طبعا عندك الاسئله اللي احنا قلنا ان هي متجوبه دي احنا ما قلناهاش، انت مجرد هتقراها. وبرضو اي استفسار اي حاجه احنا موجودين، وبالتوفيق يا شباب وكل سنه طيبين، شدوا حيلكم كده وربنا يكتب لكم كل التوفيق. تحياتي مستر ايهاب.